القشابية هي لباس تقليدي شهير في الجزائر، مصنوع من الوبار والصوف. هو لباس ذو قيمة عالية في منظور عدد كبير من أبناء الريف الجزائري الذين يفضلون ارتداؤه ويتفخرون به، بحيث زحف هذا اللباس حتى إلى العاصمة ودخل من باب الموضة وضمان الدفء في فصل الشتاء بين الشباب العاصمي. هذا وفإن ثقل القشابية جعلها تقاوم أعلى درجات البرد، خصوصا في الهضاب العليا والمناطق السهبية التي تنزل بها درجة الحرارة في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر. ويصمد هذا اللباس التقليدي أمام تغير العادات والألبسة بالمجتمع الجزائري، حيث احتفظ بمكانته فارضا نفسه كبديل لمختلف أنواع البدلات الشتوية المعروضة في السوق المحلية، كما لا يقتصر ارتداؤه على فئة أو منطقة معينة، ولكنه أصبح يستهوي عددا متزايدا من الأشخاص، ولمست شعبيته سكان المناطق الحضرية بعدما كانت تقتصر في الماضي على الأرياف.